تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا تشهده كركوك مؤخرا، حتى أنه قفز على 200 إصابة في اليوم الواحد. قلة الأجهزة المختبرية هي الأخرى تعرقل عملية الاكتشاف المبكر. صحة المحافظة دعت وزارة الصحة إلى مزيد من الدعم خصوصا في ملف الأجهزة المختبرية. نحتاج في مستشفياتنا، عدد إصاباتنا كثيرة، عدد الراقدين في مستشفيات الوبائية كثيرة. بالتأكيد ناشد وزارة الصحة، ناشد كيماديا بزيادة الدعم إلى كركوك. كركوك منطقة يعتبر فاصلة بين الإقليم وبين المركز، لذلك عدد إصابات قد تكون تعكس ما إصابات الإقليم إلى كركوك. الأيام القادمة أيام حبلة بزيادة عدد الإصابات. ويوجد في كركوك 3 أجهزة فحص مختبري خاصة بالفيروس، ما يجعل صحة المحافظة عاجزة عن التحكم بالاكتشاف المبكر لحامليه. قلة الأجهزة إضافة إلى عدد المسحات، إذا في حال ازدياد عدد المسحات نقدر نواجه الفيروس أو نتحكم بالفيروس في قضية انتشاره بشكل أفضل. ولكن قلة الأجهزة، قلة المسحات، احنا طبعا جاي نقوم بالمسحات ولكن بأعداد قليلة، لأن تدري احنا يعني حاليا قضية كورونا استنزفت الكادر الصحي، استنزفت دائرة صحة كركوك كل جهوده وكل أموالها في هذا من بادي الأمر. صحة كركوك وعلى الرغم من النقص الحاصل في الأجهزة والمختصين اعتمدت آلية جديدة لزيادة الفحوصات لتصل إلى 600 مسحة في اليوم ورفع مستوى المسح الميداني إلى الضعف. رودي أنور، العراقية الإخبارية، كركوك.